الآن يقول هل نجهر بالبسملة أو لا نجهر؟ لو نيكو سود ها تا يين سود بسم الله لو رو كو يين سود بسم الله تك الآن هو لو جهر بالبسملة لو نن بسن جي كو سود بسم الله لو إذا كان بهذا الجهر بالبسملة يتبع إمام عالم كالإمام الشافعي يقول مثلا أن الإمام الشافعي إمامنا الإمام الشافعي لو قال هذا قول إمام هذا صحيح គាត់ថាបើសិនជាយើងសូត្របិស្មិលឡាហ៍លឺដោយយើងចាត់ទុកថានឹងគឺជាទស្សនៈមួយដែលយើងតាមអ៊ីម៉ាមធំដូចជាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីអានឹងគឺអត់បញ្ហាទេឡាគិឡាបុតអានអតាអកដអានហាដាលកាឡាមកាលហូអ៊ីម៉ាមមិនអលអ៊ីម៉ាកាអ៊ីម៉ាមណាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទស្សនៈមួយឬក៏សម្ដីមួយដែលបានបញ្ជាក់មកពីអ៊ីម៉ាមធំរបស់យើងគឺអ៊ីម៉ាមឆាហ្វអ៊ីلأن بعض الناس يكذب على الأئمة يقول هذا القول قاله الإمام وهذا كذب. في بروت ها كمين من نقد ده ده اللي جي هاي نيك جي سمدى ربع إمام بنتاي في من مين جي سمدى ربع إمام من نكوي جي كاي كحاء. إذا لابد أن ننظر في أقوال الأئمة هل هذه الأقوال صحت عن الأئمة أو لا؟ جنتي جن تراو تا بنتيه نن تام دان حتى سمدى نموي نموي ده جن شو بته ري تراو أعمال نن بيم بتي ما بي إمام بتي بقاط القاط. ثم هل نحن أمرنا باتباع الأئمة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كراوي ما تا جن برا كي برا أو جن تام إمام ري كي برا أو جن تام النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جن كي برا أو تام النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة أهل السنة والجماعة. كي جي إمام أهل السنة والجماعة. أمروا بماذا؟ بان برا جن أي فوي. أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أهل السنة والجماعة كي برا أي قوة تام وي كي برا أي قوة تام نبي صلى الله عليه وسلم إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ إمام ربح يوم دا جي إمام شافعي ننتا قوة ما نجي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي قولي كان حديث صحيح نوها كي جي مذهب ربح نيوم ركا جي سمدي ربح نيوم لماذا؟ حيث أي لأن المعصوم الذي لا يخطئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. في بروح نحن نقول دوسا هاي من كان حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.